السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وسلامة بإذن الله. استكمالا لما تعلمناه في فلاتر، وكان آخر حاجة اتكلمنا عنها ألا وهي السويتش ليست تايل. احنا عمالين بنتكلم عن سويتش ليست تايل، تشيك بوكس ليست تايل، وراديو ليست تايل. طيب في بقى عندنا ويدجت، هو احنا الويدجت بتاعتنا ما ينفعش نستعملها غير لايكونز او لبوتونز بس؟ لا، ممكن كمان. ويدجت هي عبارة عن دايناميك ويدجت، ومن أهم الويدجتس اللي لازم تستعملها بشكل أساسي في أي أبليكيشن هتستعمله. أيا كان الأبليكيشن اللي أنت هتشتغل فيه لازم تستعمل فيه الويدجت دي، لازم. هي عبارة عن إيه؟ اسمها الليست تايل بقى، اللي هي الأساسية أصلا، دي اللي كان أصلا فلاتر بدأ بيها. يعني أصلا ما كانش فيه في البداية سويتش ليست تايل، ولا كان فيه تشيك بوكس ليست تايل، ولا كان فيه راديو ليست تايل. الحاجات دي كلها في الابديتس الاخيره. طيب بعد كده بقى نبدا بالليست تايل اللي هي الاساس بتاعنا. الليست تايل بتتكون من ايه؟ هقول لك الحاجات الاساسيه، وانت لو حابب تتعمق فيها بعد كده مفيش مشكله. في عندك التايتل، التايتل ده عباره عن ويدجت، هنخليه مثلا تكست، هسميه مثلا حسام حامد مثلا. طب في عندك كمان حاجه اسمها سب تايتل، سب تايتل اللي هو اللي تحت التايتل على طول. يعني التايتل طبعا بيتكتب مثلا لو قلنا فونت 14، التاني يكون فونت 13 او 12، اللي هو السب تايتل. برضو بياخد نوع ويدجت، برضو انت بتحطها اي نوع ويدجت، بس انا عن نفسي هحطها مثلا تكست، انما هو بياخد اي نوع ويدجت. يعني ممكن تحط جواه رو، كولوم، اللي انت عايزه، وبرضو التايتل كذلك. طيب هنا مثلا هقول له ايه مثلا؟ سوفت وير مثلا سينيور، سوفت وير ديفلوبر مثلا. اعمل كنترول اس، اوريك هي عبارة عن ايه الليست تايل. دي كده الليست تايل، شفت اتعرفت ازاي؟ حسام حامد، وبعد كده مثلا السب تايتل اهو. طيب بس كده؟ لا، فاكر الليدنج والتريلنج اللي احنا كنا بنقولها؟ حتى الليدنج ليها ممكن تحط ايكون، ممكن تحط ويدجت، ممكن تحط اي حاجه. يعني انا هنا مثلا في الليدنج ممكن هنا المره دي احط راديو. يعني انا على سبيل المثال، تعالى ما اصعبها لك شويه، احط لك راديو بس، او ممكن تحط سويتش، ممكن تحط اللي انت عايزه. هقول له مثلا عايز احط ايكون، وتبقى الايكونز دوت اكونت مثلا، او اكونت سيركل، اكونت فين 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 فين، اي اكونت سيركل. اعمل كنترول اس، بص كده، بص بقى شكلها عامل ازاي، بدأت تبقى احلى شوية صح. الويدجت دي اساسية في كل ابليكيشن انت هتشتغل فيه، لازم تستعملها. طيب في حاجة تانية، ان انت ممكن بدل ما تعملها ليدنج تعملها تريلنج، وبرضه نفس الفكرة. ممكن اقوم واخدها كده كوبي، واقوم عامل هنا بيست، كنترول اس، هاتها كده اهي، بدل ما هي على اليمين بقت على الشمال كمان. طيب بس كده؟ لا، في كمان حاجة احنا بنستعملها جوه الليست تايل، الا وهي الاون تاب. في عندك ان انت ممكن تعمل فيها اون تاب، ممكن تدوس عليها، لما تدوس عليها تنفذ اكشن معين. لما تدوس عليها مثلا اقول له برنت حسام حامد مثلا، يعمل لي برنت حسام حامد. يبقى انا كده هنا اهو، لما هدوس عليها اهو عمل لي برنت الايه؟ لحسام حامد. بس كده؟ لا، في عندك بقى كذا حاجة. في عندك ان تتغير الشيب بتاعها، في عندك ايكون كولر، تكست كولر، اون لونج بريس. فانت في عندك كذا حاجة ممكن تستعملها. ممكن تعمل زي ما قلت لك اللونج بريس، في عندك اون فوكس تشينج، في عندك بقى ساعه الكالر، السبلاش كالر اللي هو الريديوس الظل بيطلع، او الهافر كالر لما تقف عليها مثلا عايز الظل برضو اللي موجود يبقى لونه ازاي، وهكذا. التايل كالر، التايل كلها الكالر بتاعها، الهوريزونتال تايتل جاب او المين فيرتيكال بادنج، قصده تعمل بادنج مثلا هوريزونتال تايتل اللي هو البادنج اللي ما بين الليدنج والتايتل، فاهم حاجه؟ الجاب اللي هو المسافة اللي ما بين التايتل
المسافة اللي ما بين التايتل ده و الليدنج ده. ده ليدنج، ده تريلنج، تاني ده ليدنج، ده تريلنج. احفظها كويس جدا. تريلنج اللي هو اللي على اليمين، الليدنج اللي هو اللي على الشمال. لحد كده في حاجة صعبة؟ الاستايل دي سهلة جدا ومن احلى الحاجات اللي موجودة اصلا، وطبعا ممكن تكستمايز تعمل لها الستايل لوحدها. اه هعمل زوم عشان بس لو انت مش شايف، في عندك اللي انت تقدر تكستمايز الستايل بتاعها على طول. بس دي كده الاستايل، ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.